قرية برقة، مش برقة، برقة. وهذه القرية بتوقع في منطقة غزة تقريبا، يعني شمال شرق غزة، وبمر فيها خط سكة حديد رفح حيفا وطريق رفح حيفا المعبدي. وهاي القرية فوق بقعة منبسطة من السهل الساحلي إلى الشرق من الكثبان الرملية الشاطئية، وبمر بطرفها الجنوبي وادي العسل. بلغ عدد سكانها سنة 1945 إلى تقريبا 890 نسمة، وما كان فيها مدرسة، فأبنائها كانوا يلتحقوا بمدرسة البطاني المجاورة. وبتحيط بالقرية أضرحة النبي برق والشيخ محمد والشيخ زروق أو زروق. وأهم المزروعات فيها اللي هي بتشتهر بزراعة الحمضيات والحبوب والخضر. اليهود دمروها وشتتوا سكانها وأقاموا مستعمرة جن يفني على أراضيها.